السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معي في عالم ام هبه. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. وان شاء الله غنشارك معكم واحد الوصفه الزوينه لازاله الاصفرار اللي كيكون في السنان، وسهله وبسيطه وكتعطي نتيجه مزيانه، والنتيجه ديالها مضمونه 100%. ديك الصفوريه اللي كتكون في السنان كتحيد لينا الصفوريه اللي كتكون عندنا في السنان ديالنا. هاد الوصفه راه زوينه ومجربه. نحتاج لها عندي هنايا الخرقوم، العرق او الكركم، كنشدو كنطحنو حتى يولي بحال هكايا. ما كناخذوش مطحون وكنديرو نديرو به الوصفه، راه كيخلي لنا الصفوريه بزاف في سنانو وما كيعطيناش نتيجه مزيانه. وغنحتاجو معجون الاسنان او السينيال، اي نوع يكون عندكم كتستعملوه، اي نوع كتستعملوه ديال السينيال او معجون الاسنان بحال هكايا، اي نوع كتستعملوه تخلوه هو الاخر باش تحكو به سنانكم، تحيدو ديك الصفوريه اللي كتبقى لكم ديال الكركم او الخرقوم. وغنحتاجو ليه الماء، كنحتاجو شويه ديال الماء باش كنخلطو الوصفه بحال هكايا. تكون بحال ما هكايا الوصفه، كنخلطو على هاد الطريقه بحال هكا. وكنحتاجو واحد الفرشه ديال الاسنان، كنعمرها بهاد هاد الخرقوم وكنحكو بها الاسنان ديالنا لمده 5 ديال الدقائق. بعد ما تدوز 5 ديال الدقائق كنخليوها عاوتاني 5 ديال الدقائق او 10 ديال الدقائق في الفم ديالنا، ما كنغسلوهاش ديك الساعه، كنخليوها لمده واحد 5 ديال الدقائق او 10 ديال الدقائق في الفم ديالنا.